ويعني كلنا شو يعني في اتنين اساتذه عنايه قاعدين مش عارفين يعني ايه دي ريسوسيتيشن اساسا. وما رضيش يقول لنا قبل الجلسه يعني. ساسبنس يا باشا ساسبنس. هو مجهز لكم مفاجات وهيكلمكم على الدي ريسوسيتيشن. اتفضل يا دكتور خالد. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. طبعا احب اشكر اخويا الكبير الدكتور عبد الرحمن المشد على دعوتي للمؤتمر. اشكر طبعا اخواني واحبائي الاستاذ الدكتور محمد عطيه والاستاذ دكتور حنان على تشريفنا في جلسه البيكيو. انا كنت في الكويت سنه 99، فطبعا بما اني مصري فتيك زي ما الدكتور محمد كده قدم الاخوه الفتكه، فقلت اعمل رخصه. فطبعا انا بسوق بقى رخصه يعني، بعدين خلايجة احنا ناس متقاعدين احنا اللي علمناهم. فالمهم رايح اعمل رخصه، فالراجل بيقول لي لبك. ايه لبك دي؟ فيعني ايه لبك؟ فقال لي اركن، يعني اركن العربيه. فقول له انت جاي اتعلم السواقه ورخصه عشان اسوق ولا عشان اركن؟ قال لي لا، دركنا اهم من السواقه. طبعا كلنا عارفين لما تكون مدام كده لطيفه في شارع ضيق وحته صغيره عايزه تركن فيها، الشارع قفل ساعتين لحد ما حد متطوع مشكورا ينزل يركن لها العربيه. خلاص معلش يا دكتور حنان، اسف والله. الدي ريسوسيتيشن كان سؤال جبناه في الدكتوراه من 3 4 سنين كده، وكان في 12 طالب مجيد دخلوا ولا واحد جاوبه طبعا، وكلهم جاوبوا بقى ايه بافتكات بقى اللي قراها ري. قال لك ده هم ناقصين بس الدي دي بس، هو ناقص ار يعني هو كتبوه غلط. فربنا سبحانه وتعالى لما اهلك قوم نوح ما قلقهمش بالعطش، اهلكهم بالطوفان بالغرق. فالميه القليله زي ما هي وحشه، الميه الكتيره اوحش. وعشان كده شويه ديفينيشن كده هنقولهم بسرعه عشان بس هنستعملهم واحنا ماشيين. لما نقول فلويد بالانس يعني الديلي سم الاول انتيك، انتيك واوتبوت. ودايما لما في الرعايه لما بنقول للنواب احسب الانبوت اوتبوت واحسب العيان عليه، ونحسب بقى شويه بوزيتيف شويه نيجاتيف على حسب البيشنت بتاعنا. عندنا حاجه اسمها كوميوليتيف فلويد بالانس، لما بحسب السم توتال الزياده عن النورمال بتاعه. لو في فلويد اوفرلود يبقى كوميوليتيف على البيشنت بيز لاين بودي ويت واضربها بيرسنت، وان الكات اوف بيرسنت بتاعنا دي 10%، وهنعرف 10% دلوقتي هنستعملها بعد شويه. واحنا بنشتغل دايما يجي لك عيان ارستد او عيان في شوك، قول يا باشا. نعم ما هنقول يا باشا يا باشا لازم اصبر علينا. تشويق وإصرار يعني. من الاول قلت لك هم البطل مات في اخر الفيلم، ما بوظناها يعني، سيبنا كده نعيش. لا مش الاخر، لا على طول حالا. اول ما بيجي لك عيان ان شوك او ان ديهايدريشن، اول حاجه ببدا فيها ان انا اديله ايرلي ادكويت جول دايركتد فلويد. عندنا حاجه اسمها ليت كونزرفاتيف فلويد، في خلال نفس الاسبوع يومين ورا بعض بديله نيجاتيف بالانس. بعد الاسبوع الاولاني ما يخلص عندي حاجه اسمها بقى ليت جول دايركتد فلويد ريموفال اللي احنا بنسميها دي ريسوسيتيشن. شويه كده حاجات مفاهيم عندنا في الرعايه بس هي غلط، ان السيبتيك بيشنت هايبوفوليميك، وان اي عيان لو بريلود اديله محاليل، وان اي عيان اديما اديله دايوريتكس، وان السيرجيكال بيشنت غالبا هايبوفوليميك، فكل وان السيبسيز في انسيسبل لوس كتير. لازم نعرف ان الدي ماثس ما هياش حقائق. وطبعا زي ما قلنا كده الهايبوفوليميا از باد، لكن الهايبرفوليميا از وورس. وان الهايبوفوليميا صحيح فيها كونفكشن بروبلم، لكن الهايبرفوليميا فيها ديفيوجن بروبلم. تمام؟ وده هيؤدي الى ان البالمونري اديما، انكريز انتر ابنومينال بريشر، ديكريز ووند هيلينج، الريكفري بتاع الجات فانكشن قليله وبيزود المورتاليتي، وهنعرف ازاي دلوقتي. فبقى عندي اربع اسئله، سؤالين كلنا عارفينهم. هو انتو ستارت فلويد، واحيانا هو انتو ستوب فلويد. العيان دايما بيجي عنده فوميتنج دايريا زي ما الدكتور محمد قال، اديله محاليل. طبعا خد محاليل فين؟ في ممكن في الصيدليه اللي جنب بيتهم، في المستوصف اللي قريب، في المستشفى المركزي، وكل واحد يروح له يجود ويديله محاليل. طبعا المشكله دي بشوفها كتير قوي لحد لو حد هنا اندوكراينولوجي في حالات الدي كي اي. الدي كي اي وخصوصا الفيرست تايم، فيرست طبعا ما حدش عارف خالص ولا في دماغه انه دي كي اي، يقول لك جايب ابدومينال بين وفوميتنج.
فكل واحد ايه محاليل محاليل محليل، وكل ما يروح للوقت زي ما هو زي ما هو تعبان يقوم معبيه محاليل في محاليل في محاليل، فبيجي لنا الحمد لله برين إديما يعني. المهم بقى الثانيه، النقطه الثالثه والرابعه اللي احنا عايزينهم النهارده، اللي هو وين تو ستارت ريموفال وين تو ستوب ريموفال. شويه برضو كده حقائق نبقى عارفينها، ان جلوكوز 5% احنا ما بنحبوش نهائيا، لان هو 10% بس اللي هيرمين في الانترافينس. الكريستالويد ممكن يوصل ل 25%، الكولويد هيفضلوا كلهم 100% في الانترافينس، بس الكولويد طبعا عشان الدكتور محمد يعترض عليا والدكتور حنان هم طبعا لهم مشاكل تانية، يعني بنتكلم هنا في الجزء الخاص بالريسسيتيشن ودي ريسسيت. برضو شويه حقائق احنا عارفينها، ان العيان في الاي سي يو سيبسيز مفيش ستارش مفيش جيلاتين مفيش سلاين بكميات كبيره، وطبعا اكيد مفيش جلوكوز 5%، جلوكوز 5% ده بروهيبيتد. لكن انا هدي بالانسد كريستالويد ماشي، بلد عليه مشاكل واراء كتير، ممكن ادي قلبه من 20% في الليتر ستيج. وبما ان الفلويد درج يبقى ما ينطبق على الفلويد ينطبق على اي درج، ان له ايه له زياده وقللان، له انتر اكشنز، له تايمينج، له توكسيستي، له ديوريشن، وله مونيتورنج. ورجعنا بقى للجزء اللي هو السؤال اللي هو دي اسكليشن او اللي هو دي ريسسيتيشن، اللي هو بيسميها الروز موديل. الروز موديل ده within minutes في الاول كده لازم ارجع البيشنت بتاعي تاني للبالانسد فلويد كونتنت، لازم ارجعه تاني ايو فوليميك، ما سيبوش هايبر فوليميك واقول ما هو ان شاء الله كدني هتتصرف او العيان ما هو ان شاء الله هيبقى كويس، لان الهايبر فوليميا دي هتدخلني في مشاكل واقعد طول الوقت عمال اعالج في المشاكل دي وانا القصه كلها ايه انا اللي عاملها اصلا. زي ما احنا شايفين كده الفيجر ده هي نفس الفيجر الاولاني، انا عندي هنا وانا بشوف عندي هنا في الاول خالص بشوف المين ارتيريال بلاد بريشر، بشوف البارتس بريشر فاريشن، البازف ليجريزنج، الجنرال انديستوليك فوليوم اندكس، وكل دول بياخدوا في الفتره الاولانيه اللي هو الجور دايركتد ثيرابي. مشيت شويه في الاورز دايز هلاقي كله بقى نورمال لاكتيت، نورمال بارتس بريشر فاريشن، بعد شوية هلاقي كلهم رجعوا تاني باظوا تاني زادوا مني خالص، فهبدأ أدخل تاني العيان بتاعي، لازم أرجعه تاني أنزله تاني زي إيه زي النورمال بتاعه. طبعا مفيش وقت لشرح الجدول ده، بس الشباب اللي لو في الرعاية يصوروه يخلوه معاهم. ونعرف طبعا ان احنا لما عملوا احصائيات على قد ايه فلويد احنا بنديها في الرعايات او بيدوها في الاستقبال مش مظبوطه، لقوا ان انا عندي 50% نص العيانين انا بديهم فلوس مظبوط، 15% longer than necessary، 15% no underfilling، 10% wrong fluid، 10% wrong dose. فطبعا قصه الفلويد اللي انا بديها unnecessary يوز في الانترافينس فلويد، كل عيان جاي لك دايخ بيرجع ايه علق له محاليل اول حاجه في ايه في اي مكان يعني في الاستقبال. ولقوا طبعا برضو في الاحصائيات ان البوست فلويد بالانس ده اندبندنت بروجنوستيك فاكتور في السيبسيز، يعني هو لوحده كده يموت بغض النظر بقى العيان عنده ايه، يعني انا مش هتكلم العيان بقى عنده هارت فيلير، عنده كونجينيتال هارت، عنده شيست افكشن، وات ايفر هو عنده ايه، جاست انك دخلت العيان بتاعك في بوزيتيف فلويد بالانس انت كده خليت العيان بتاعك يبقى عنده ايه سيرفايفل ريت اقل.
طبعا برضو لسه طويلة عريضة للحاجات اللي ممكن يعملها لنا ايه الاوفر فلو او الاوفر فلويد في الجسم، على سواء ريسبيراتوري سيستم، هيباتيك، جي اي تي، سنترال كارديو فاسكولار، ما شاء الله يعني امراض كثيره جدا. حتى هما سندروم مسمينه كده ايه جنراليزد انكريزد بالس في ايه سندروم. طيب ازاي اسس بقى الهايبرفوليميا؟ انا اعرف منين العين بتاعي عنده هايبرفوليميا ولا ما عندوش؟ طبعا في كلينيكال اسسمنت، هيباتوجاكرال ريفلكس، الان عنده اورثوبنيا، بيتنج اديما، الترد كابيلاري فيل. يعني مش عايز افاجئكم ان سنه 2017 اتعمل ريسيرش، هو البيتنج اديما دي كوزموتيك يعني ده ديزيز ولا شكل؟ تخيلوا ان ريسيرش بعد ما خلصوه طلعوا ان البيتنج اديما في اللور ليم ده كوزموتيك ومش محتاج علاج، لان في ستات كتير جدا جدا عندهم طول الوقت ورجاله بعد ال 50 كده ييرز عندهم بيتنج اديما اول ذا تايم، ويتنوم يفوت على دكاتره كتير واللي يكتب له مش عارف ايه واللي يكتب له دايوريتيك واللي يديله حاجات تحسن الفاسكولار والبيدنج اديما موجوده. فقرروا 2017 قاموا مطلعين بيان لذيذ كده ان البيدنج اديما از مش ديزيز، البيدنج اديما في اللور ليمب ده كوزموتيك. طبعا الكلام ده لا ينطبق عندنا طبعا. طبعا الفانكشنال افكشن كتيره جدا، فيهم حاجات مهمه احنا هنتكلم فيها بعد شويه. فقال لك طيب هنعمل اسسمنت ازاي؟ اول حاجه الفلويد بالانس، حاجه لذيذه جدا، العين انا بديله قد ايه وباخد منه قد ايه، ولقى ان السرفايفل دايما السرفايفر عندهم لوور فلويد بالانس خلاص. وبرده بالمالتي فاريت اناليسز ان العيانين اللي عندهم اللوور فلويد بالانس ده سرفايفل ريت بتاعهم احسن، نفس القصه سيجنيفيكانت. فبقى الراجل ده كليرلي اسوشيتد ويز بروجنوزيس وايزي. طبعا بتقول لي العيار اللي نايب سجل ان بوت اوت بوت قد ايه، خلينا نيجاتيف سنه 5% 10% على حسب البيشنت بتاعه. بس مشكلته ان هو نوت سبيسيفيك للاورجانز، يعني هو بيتكلم على عيان از جنرال. طب قال لك الويت جين سهله خالص، والجماعه النفرولوجيست بيحب اقول ويت جين علشان خاطر قصه الدراي ويت ومش دراي ويت والمعادلات اللي بيستعملوها في الايه في الدياليسيس. هي جميله ولذيذه بس مشكلتها طبعا امبيرفكت كوريليشن مع الكونديشن اللي عندي، ده ممكن يبقى الويت جين والويت لوس ده من حاجات تانية. طيب لقينا حاجه اظرف، لقينا الانترا ابنومينال بريشر، وكان ده في المؤتمر بتاع اسوان لو الدكتور محمد يفتكر، كان حاله كان قدمت محاضره على الكومبارتمنت سيندروم، وكانت هي كلها قصه بتتكلم على الانترا ابدومينال بريشر، واحنا عندنا رساله الدكتوره دلوقتي شغاله في القصه دي. ولو ان انترا ابدومينال هايبرتنشن لوحده سيجنيفيكانت تماما في ريليشن سيجنيفيكانت في ايه سيجنيفيكانت كوريليتد لكبروجنوستيك فاكتور للعيان في السرفايفل. فبقى طبعا انتر ابنومينال بريشر كليرلي اسوشيت ويز بروجنوزيس واكسسبل وسهل قياسه وما فيهاش بيها مشكله. اللانج ووتر كان زمان معقد جدا قياسه خلاص، اجهزه وحاجات بتخش وحاجات بتطلع، يعني شغلانه جامده جدا. هو مهم قوي خلاص اللي هو احنا بنسميه اكسترا فاسكولار لانج ووتر اندكس. بس طبعا بعد وجود الجهاز الايكون، اللي عنده جهاز ايكون عارف الكلام ده، عندك دكتور مصطفى وعنده حضرتك طبعا، هو بيطلعها معادله على طول، يعني هو ده ايتم في الايكون. فطبعا غير لنا القصه تماما في المانجمنت بتاعه الفلويد بالانس اللي موجوده، وطبعا هو ممتاز جدا. السنترال فينس بريشر سي في بي طبعا ايه حاجه كلنا مركبين السنترال لاين راكب عند كل العيال وبنقيسه، وبرضه لقوا انه هو مهم جدا وبيقيم الاسس، بس ما هواش نوت ا دايركت ماركر للبالمونري ريسك. طيب لقوا ايه كمان؟ لقوا الانديسز للفلويد ريسبونسيف اللي هو برضه اللي احنا بنسميها الباسيف ليج ريزنج تيست. باسيف ليج ريزنج تيست ده احنا بنقول هنجيله دلوقتي نشرحه. البايو كيميكال حاجات كتير غالبا ما بنستعملش اي حاجه منهم، مش مهمه قوي. راديولوجيكال طبعا بيبقى عندي العيان عنده كونجيشن في اللنج، البي لاينز هنتكلم دلوقتي على اللنج سونار، لو في اسايتس، اديما، بلورال افيوجن، كارديوميجالي، الايكو طبعا اللي هو بنسميه ليفت فيتريكل اوت فلو تراكت فيلوسيتي في التايم انترفال، والموضه اللي داخله بقى لها اربع خمس سنين اللي هو الانفيريور ركافا كولابسيبيليتي اندكس. اي حد عنده العنايات في دلوقتي اللي احنا بنسميها البوكس اللي هو ايه اللي احنا بنستعمل السونار
لازم السونار والايكو يبقى دايركتد لنواب الانتنسيف كير، لازم يبقوا عارفين ازاي كويس جدا يستعملوه. فالفيرو فينا كافا كولابسيبيليتي اندكس اللي عينين نون فنتليتد او ال ده المنظر بتاعه، احنا هنيجي كده عند الايه، عند المخرج بتاع الهيباتيك فين قبل منه كده على طول وبنقيس ديورنج الانسبيريشن والاكسبيريشن. بس طبعا برضو طلع له 10 كوزس يخلونا ما اقدرش الا انا اعتمد عليه. لو بصينا لل 10 كوزس دول هنلاقيهم ايه يا دكتور محمد باشا؟ هاي بيب، نون انفيزيف فنتيليشن، اوتو بيب، رايت فنتريكل ديسفانكشن، مايكاردا انفاركشن، ريسبيراتوري فاريشن، ميكانيكال اوبستراكشن، ابدومينال هايبرتنشن، تبونات. ودي تشكل كام في الميه من عيانين الرعايه؟ يعني بتتكلم في 90% مثلا، يعني عشان طلع عيان في الرعايه ما عندوش الحاجات دي فادوا له اكس. وقلبوا على مين؟ على البي لاين في اللي هو اللانج سونار. ولقوا البي لاين اللي هو زي ما شرحت كده اللي هو ده اللي هو بالطول، وعندي الاي لاينز اللي هي بالعرض. كل ما زادوا كوانتيتيف معناه ان اللانج دي فيها ايه؟ دي البي، دي منظر الاي لاينز في اللانج سونار، ودي منظر البي لاينز في اللانج سونار. ولما جم جمعوا الاسباب دي، دول حوالي 64 سبب، فلو ان كلينيكال بايوكيميكال ايماجينج هيموديناميك اورجان فانكشن والاذرز، وقاموا شاطبين على الثلاثه دول لان هم لهم كلهم نون سبيسيفيك مش هيفيدونا، انت ويست يور تايم فيهم، ودخلوا على طول على الهيموديناميك والاورجان فانكشن عشان اقيم العين بتاعي. برضو كنا في محاضره قبل كده اتكلمنا عند الدكتور حنان بقى المره دي على البالس بريشر فاريشن وستروك فوليوم فاريشن، مهمين جدا خلاص. في النيجاتيف باسيفلي جريزنج تيست، في الاندكس باراتوري اكلوجن بريشر، كل دول حاجات هتقيم لي الفلويد اوفرلود اللي عندي. ايه الجديد النهارده اللي هنقوله ما قلناهوش قبل كده في الباسيف ليج ريزنج تيست؟ ان العيان في الاول حاجه خالص هو نايم مرفوع 45 درجه، اوكي، وبعدين انا هنزل دي وارفع رجله، ارفع رجله بشرط دونت تاتش ذا بيشنت، البيشنت ما يبقاش اريتابل، ما بيعيطش، انا مش عايز ادرينالين في جسم البيشنت خالص عشان الادرينالين هيعمل لي كومبنساتوري ميكانيزم. فلازم السرير يكون بيترفع لوحده، يترفع فيري سلولي. كنا زمان بنعتمد على ايه؟ بنعتمد على البالس بريشر، يعني انا بقيس السيستوليك والدايستوليك بتاعي وبشوف البالس بريشر كام، وبشوف الانكريس في البالس بريشر ده لو اكتر من 10% او 15% بعتها في العين ده بوزيتيف باسيف ليج ريزنج تيست، العين ده هايبوفوليميك اديله فلويد. لو اقل من كده اعتبر ان هو نيجاتيف باسيف ليج ريزنج تيست، يبقى العين ده عايز يتسحب منه فلويد، يتسحب منه فلويد. وكنا زمان كنا معتمدين على البالس بريشر فاريشن ده. بعد شويه اكتشفوا ان احسن منه ان انا اشوف الكاردياك اوتبوت لو انت عندك اي جهاز، وقلنا الايكون برضو بيقيس الكاردياك اوتبوت والكاردياك اندكس، واعتبروا ان انا اقيس الكاردياك اندكس في الحاله دي ديورنج الباسيف ليج ريزنج تيست، ده فيري فيري امبورتنت ومور افكتيف. هنشوف كده الدراسه اللي اتعملت على الحكايه دي ان ذا افكتيف دايوريتكس. اوكي، احنا عملنا هنا اهو الار او سي كيرف، ولقينا لو انا اعتمدت في الباسيف ليج ريزنج تيست هنا السبيسيفيستي اقل من لو انا اعتمدت على الكاردياك اندكس في ان انا اقيم الباسيف ليج ريزنج تيست از ا نيد فور فلويد او از ا نيد فور فلويد ريموفال. طبعا الكارثه اللي احنا بنواجهها دايما اللي هو زي ما قلت كده جلوبال انكريس في البريميابيلتي سيندروم، ان انا اديت محاليل وسبت المحاليل، العين الحمد لله كان ديهايدريتد، كان في هايبوفوليميك شوك، ما عادش هايبوفوليميك شوك، وبعدين كملت يا دكتور محمد بيه بالايه؟ مينتنس فلويد، وسبت بقى الحبه اللي انا عبيتهم فيه فيه زي ما هم. طبعا بينتهي الموضوع ان البيشنت ايه؟ ثواني يا شباب. هنا بيتكلم برضو كذا ريسيرش اتعملوا على الاهميه بتاعت اللي هو الاكسترا الاكسترا فاسكولار لانج ووتر اندكس اللي هو بيتقاس برضه بجهاز الايكون، مهم جدا سواء كان ريسبوندر او ريسبوندر، سواء السرفايفل او النيد فور ميكانيكال فنتليشن. طبعا برضه نفس القصه الافكت بتاع اليوز اوف فلويد ريموفال، او سواء اذا كان بديه باللازكس
او الالترا فلتريشن على الانتر ابدومينال بريشر او الايه الجلوبال اند دايستوليك فوليوم اندكس، كلهم طبعا واضح هنا ان هم بيقلوا سيجنفيكانتلي. دي بقى اخر افتكاسه يعني ايه نستعملها عندنا، ده اخر جهاز جبناه عندنا اللي هو الهاي فريكوانسي بالس فنتيليشن. كان اول ما اخترعوا الهاي فريكوانسي كان بالس، وبعدين اكتشفوا ان هو مش الهاي فريكوانسي اوسيلاتري احسن 1000 مره، فالبالس اتركن. وبعدين رجعوا اكتشفوا فايده ثانيه للبالس ان هو بيعمل تفتيت للميوكس، تفتيت ل فبقى اسهل في ان تشيل السكريشنز اللي هي مشكلتنا الرئيسيه في الرعايات. وبقى ان احنا نستعمل زي ما انتم حضرتك شايفين كده حضراتكم الصوره على الشمال، تمام، ده عيان مليان لانج سكريشنز اهو داخل على الاي ار دي اس ممكن او اكيوت لانج انجري. استعملنا هاي بيب مع فيوروسامايد مع الهاي فريكوانسي بالس فنتيليشن، نزل الاكسترا لانج فوليوم وحاسين لي البالمونري فاسكولار وحاسين لي البي اف ريشيو وحاسين لي الانترا البريشر وحاسين لي. ده جهاز الايكون للناس يعني اللي مش عندهم، ومثله لذيذه جدا وران انفيزيف وسريع وريبيتبل وكل حاجه. ممكن نعمل الفيروسامايد ستريس تيست، ممكن ادي الفيروسامايد على دوز عاليه، وبالدوز العاليه دي انا بشوف هل اليورين اوتبوت زاد مقدار 200 ام ال في خلال ساعتين، يبقى العيان ده بوزيتيف اقدر استعمل له الفيروسامايد. طريقه جديده برضو تاني في ان انت تعالج البيشنت بتاعك اللي احنا بنسميها البال تريتمنت، ده هتعمل كومباينيشن ما بين هاي بيب مع انك تستعمل هايبر اونكوتيك البومين، بدل ما ندي ريسسيتيشن بسالاين هديها ب 20% البومين. خلاص، ولقوا برضو ان السرفايفل في الحالتين دول احسن من البيب لوحده او الالبوم لوحده. الطريقه برضو لذيذه، انت بتشوف العيان بتاعك خلاص، هتلاقي فيه انه عيان فيه ديستنشن وهعرفه بالانترا بالكولابسيبيليتي اندكس، وهشوف هنا اللانج سونار هيعمل لي ايه لاين، فالعيان ده على طول يبقى محتاج فلويد ريستريكت. دي صورة بتعبر عن المشكلة اللي بتواجهنا دايما في الرعايات. ده زي ما انتوا حضرتك ده ايه؟ ده فيل. بس كل واحد نتيجة ان هو مش شايف غير الحتة اللي ماسكها بس. فواحد شايف ان الفيل ده عبارة عن حبل عشان مسكوا ديله، واحد شايفه حيطة، واحد شايفه شجرة، واحد شايفه رمح، واحد شايفه سجادة، واحد شايفه تعبان. لكن في النهاية هو ولا حاجة من الحاجات دي. فأنت قدام الإخوة دول حاجة من اثنين، يا يقلعوا النضارة يا مالهمش دعوة بيه. خلاص؟ سيبوا الفيل في حاله. لما بنجمع بقى كل حاجه مع بعضنا، ده منظر البيشنت المسكين لو هو كونشس وبص على الناس اللي حواليه في الرعايات، هيلاقي كل واحد ماسك حاجه، اللي ماسكه دي سي واللي ماسك بنظار واللي هيشوف ودانه، بيبقى منظرها مرعب طبعا لو هو كونشس، يعني الحمد لله ان هو مش كونشس. نعرف ان تو ماتش فلويد كارثه. خلاص؟ ولازم نعرف امتى ان انا تو ماتش فلويد. وان الاستعمال الالترا ساوند في السونار او في الانتنسيف كير دلوقتي للنيو ريزيدنتس ده ما هواش لكشري، انا مش محتاج دكتور للراديولوجي عشان هو اللي يستعمله. الجايد لاينز بتاعتي في الاخير ان انا عندي الكلينيكال واللاب اسبيسيفيك، الاستاتيك ايمجينج اسبيسيفيك، البوكس اللي هو البي لاين ده مهم جدا، ولازم نعرف الليميتيشن بتاع الكولابسيبيليتي اندكس، الفوليومتريك بري لود مهم قوي، يبقى لازم يبقى عندي ايكو، وان الابسنس بتاع الفلويد ريموفال سواء كان نيجاتيف باسيف ليج ريزنج تيست او لو بالس بريشر فاريشن ده ديتريمنتال، وان وجود الايكون عشان اقيس الاكسترا فاسكولار لانج ووتر اندكس مهم قوي. التيك هوم مسج بتاعي ان الكات اوف فاليو في الفلويد اوفرلود هو 10%، لو انت عديت ال 10% اعرف ان انت ممكن تبقى انت الكوز اوف ديس. ودايما بنقول في الرعايه انت بيجي لك عيان مالتي اورجان ديس فانكشن، عيان جاي بيموت، اوكي ماشي هو هيموت بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، لكن ما تبقاش انت سبب الوفاه، مش سبب الوفاه انك اديت دوز زياده او نديت محاليل ايه زياده. اخر حاجه بقى عندنا برضو اللي شغالين في الرعايات برضو يصوروا ده، ده ديسيشن ميكر لذيذ جدا ومهم جدا وسهل خالص. انت بتشوف الكاردينك اندكس بتاعك موجود على الايكون، اقل من 3 او اكتر من 3، بتشوف الجلوبال
اند دايستوليك اندكس اقل من 700 ولا اكتر من 700 وادي حفظت رقمين، وبتشوف الاكسترا لانج ووتر اندكس اقل من 10 اكتر من 10، بقى ثلاث ارقام 3 710. وعلى ضوء الكومباينيشن هيقول لك انت محتاج تدي فلويد ولا فلويد وكاتيكولامين ولا كاتيكولامين لوحده ولا كاتيكولامين وتسحب الفلويد، خلاص، وتوصل للديسيشن ميكنج بتاعك عشان ايه السيرفايف. ودي ريفرنس لو حد عايز. شكرا جدا. دي ريسسيتيشن، يعني حضرتك انت اديت ريسسيتيشن، شكرا استاذ دكتور خالد طلعت فور ذيس براكتيكال توك. الحقيقه محتاجه تتفرد على ورك شوب يا دكتور خالد، وتسميها بقى هاو تو كيل ذا بيشنت باي فلويدز. يسعدني ويشرفني ان انا اقدم الاستاذ دكتور مصطفى عوني طنطا يونيفرستي. ايوه هاو تو كيل ذا بيشنت. ايوه كيف